من جهته عبر النائب فيصل الدويسان عن أسفه لإحالة استجواب وزير الداخلية إلى اللجنة التشريعية، كما أكد الدويسان أنه سحب استجوابه المؤجل لوزير الداخلية لعدة أسباب أبرزها عدم تحديد موعد لمناقشة الاستجواب ولورود تأكيد من وزير المالية مصطفى الشمالي أن شركة سينستار محور الاستجواب هي شركة إسرائيلية. مسألة سحبي لاستجواب وزير الداخلية المؤجل لدور الانعقاد المقبل، أولا لعدة أسباب. لم يحدد مجلس الأمة وقتا محددا لنقاش هذا الاستجواب، هل في بداية دور الانعقاد أم في منتصف دور الانعقاد أو في أي وقت، الوقت مبهم، يعني المهم يرحل وبس. اثنين، هذه أولى خطوات التعاون، عندما قام الوزير الشمالي بإجابة واضحة صريحة شفافة بأن شركة سينستار ستيلر كوربوريشن هي شركة صهيونية وهي ذاتها شركة سينستار كوربوريشن، بعدين لما دققوا ثاني مرة بسبب استجوابي اكتشفوا الحقيقة وخاطبوا وزير المالية وخاطبوا إدارة الجمارك وقالوا إن فعلا الشركة ينطبق عليها قانون مقاطعة إسرائيل، وبما أن الوزير كان شجاعا لم يخفي الحقيقة وصل أو أوصل إلي هذه الحقيقة، أنا أقول من باب التعاون مع الحكومة هذا هو ثقل أزحته عن كاهل وزير الداخلية. للأسف إذا كان السيد يوسف زلزلة وجه دعوة من كل قلبه إذا أحيل هذا الاستجواب إلى اللجنة التشريعية بأن يحل، أتضامن معه تماما، لأننا لا نقبل أن نكسر جناح المراقبة وحتى جناح التشريع أيضا مكسور في مجلس الأمة.